وهنبدا بكره السله. ما شاء الله على فريق كره السله ماشي تمام، لكن كابتن حاتم البحيري يعني خلاص تدريبات علاجيه لكابتن حاتم البحيري. كابتن حاتم البحيري خلاص بيتعافى من اصابات الاصابه اللي كانت عنده، كان عنده الم قوي جدا في وتر اكيلس، لكن يعني الموضوع فعلا فيه صعوبه، فيه شيء من التعب ان يجي له وتر اكيلس. وتر اكيلس ده شيء مهم جدا اللي هو محور ارتجاز بتاع اللعيب. الاصابه دي حرمته ان هو يشارك من اول الدوري، لكن خلاص بدا يتجهز. كابتن اشرف توفيق بدا يعمل جلسات مع اللاعبين.